السلام عليكم اخوان الاخوات، كما كتشوفوا هنا كاينين الدراري كيلعبوا بلا لوج، تزحلق على الجليد. فهاد الفيديو هذا بغيت نجاوب الاخوان والاخوات اللي ما عندهمش الصبر. قال لك اودي بلاص ما تبقى كل نهار دير لنا واحد الموقع ديال الهجره خاص بمقاطعه ما، من الاحسن ديرهم لنا كاملين. الوغ انا بالنسبه لكم الصبر ما كاينش، يلا نقدروا نديروا ان شاء الله. انا غنخلي لكم صندوق الوصف هذوك الروابط ديال المقاطعات الخاص، الروابط الخاصه بالهجره للمقاطعات الكنديه ان شاء الله. نتمنى كل واحد يلقى داكشي اللي بغا. المهم غتلقاو راني فايت درت لكم مانيتوبا والبرتا وكيبيك، غادي ندير لكم ديال المقاطعات اخرى، ونتمنى الحظ السعيد للجميع. انا كنحاول نتواصل معكم نعطيكم الافاده، وزائد على هذا الشيء انا كان رغم ان هذه الظروف القاسيه ديال العاصفه انا كنتواصل معكم، انا تنبغي ديما نتواصل معكم، ما نجريوش في الطريق. احنا غادي بشويه بشويه نكملوا الجوله ديالنا ان شاء الله، لان كاين بحال الضبابه ضباب كثيف قدامنا ما كتقدرش تشوف هذاك اللي قدامك. بالنسبه للاخوان نعطيكم واحد التوضيح بالنسبه لباقي المقاطعات. شوف كاينين المقاطعات اللي كتطلع على المحيط الاطلسي، هما اربعه، هادو عندهم اتلانتيك، برنامج الهجره اتلانتيك، وتقدر تدخل بهم حتى ببرنامج الهجره اونتري اكسبريس، الدخول السريع لكندا. بينما مقاطعه كيبيك هي الوحيده اللي عندها واحد البرنامج ديالها سميتو اريما، راني يعني عطيتكم لوليان ديالو. وكاينه المقاطعات الاخرى بحال يوكون، بحال ساسكاتشوان، بحال البرتا، كلهم هادوك تقدر تدخل لهم ب اونتري اكسبريس. يعني اونتري اكسبريس راه خاصه بجميع المقاطعات الا مقاطعه كيبيك. مقاطعه كيبيك اللي كتدخل بها كتدخل لها ببرنامج اريما. دائما مع الجديد في قناة بوزيتيف غوت، ودائما الإفادة، ونتمنى إن شاء الله أن الفيديوهات ديالو يكونوا ينالوا الإعجاب ديالكم. وكنشكر جميع الإخوان والأخوات اللي كيتواصلوا معايا، سواء من تونس ولا من الجزائر ولا من المغرب ولا من فرنسا أو ولا من ليبيا ولا من مصر، من موريتانيا، جميع من كندا، من أمريكا، ما شاء الله كاين متتبعين ما شاء الله. كنشكركم كاملين وشكرا على التشجيعات ديالكم، ومرحبا بالانتقادات ديالكم مرحبا بها، والملاحظات ديالكم، وانا كنحاول نساعدكم على قدر المستطاع. والاخوان اللي مازال ما جاوبتهمش والاخوات يصبروا عليا ان شاء الله، راه مازال ايام الله طويله، وان شاء الله غادي توصل وقتكم باش غادي نجاوبكم ان شاء الله، غير صبروا عليا. هذه الجولة ديالنا لهذا اليوم السبت، حتى الضيور على الجنوبات ما كيبانوش لينا بالكثافة ديال الثلوج. يلا نخليكم على خير، تهلاو في ريوسكم، واللي غادي يجي هنا الله ييسر ليه الامور، واللي ناوي يجي الله يوفقه. وكندا هي هذه الاجواء ديالها، الا قدرتوا تصبروا لهذه الاجواء ديال فصل الشتاء، هذا هو كندا. الا ما كانش عندكم واحد الاستعداد نفساني وما تقدروش تصبروا لهاد الاجواء بحال هكا، الواحد راه يقدر يجي حتى لهنا ويتنادم مع الحال يقول لك اجابني اجيت ندير. يا نخليكم على خير، يلا تهلاو في راسكم، والى الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر بحول الله. السلام عليكم.